هنبدأ مع حضراتكم طبعا واحنا بنتكلم على اخر اسبوع قبل بدايه الموسم فعليا مع النجم الكبير والكابتن الكبير عادل طعيمه اللي بيشرفنا النهارده في السادسه. مساء الخير يا كابتن عادل. اهلا يا احمد، ازيك يا احمد؟ اهلا بحضرتك. تمام. قبل بس ما اخش في قصه الاهلي وماتش السوبر، يهمني اسمع راي حضرتك في ماتش امبارح، بما انه منتخب مصر خلاص كده خلصنا مرحله التصفيات وتاهلنا كاول مجموعه لبطوله امم افريقيا، رايك في مباراه امبارح ورايك في مستوى اداء منتخب مصر؟ بسم الله الرحمن الرحيم. هي طبعا مباراه التحصيل حاصل، واعتقد اللي كان بيتفرج عليها ممكن يكون دخل نام او حاجه، لان ما يعني لا في روح ولا في اداء وما فيش حاجه خالص. احنا جبنا جول، وبعدين الفرقه طبعا متواضعه جدا. تقلق انا مفروض يعني تقلق من مباراه زي دي؟ اقلق ليه؟ لان انا مفروض ان انا فيتوريا واللعيبه ده ماتش دولي، حتى لو تحصيل حاصل ده ماتش دولي، سيبك من التصنيف والكلام ده. ايوه، انا المفروض كرة القدم اتعملت عشان المتعه. ما انا لو متاكد ان لعيبتي هتلعب اداء قوي، الناس كلها هتتفرج والناس هتبقى مصحصحه وكل حاجه، لكن تحس ان الناس نازله. الله، طب والناس اللي قاعده بتتفرج اللي همها علم مصر واللي همها منتخب مصر، ده ماتش من ضمن الماتشات اللي بتحس في الاجنده بتاعتك. سيبك من الاجنده وسيبك من اي حاجه، انا المفروض وانا لاعب وانا مدير فني وانا نازل ادي، نازل عشان امتع الناس. سيبك بقى انها ماتش تحصيل حاصل او بثلاثه بونط او انا نازل علشان امتع الناس. فالحته دي لما تبقى غايبه خلاص بقى الناس مش هتتفرج، والمدرج زي ما انت شفت فاضي. لو الجمهور عارف ان المباراه ديت واللعيبه هتأدي اداء قوي، كنت هتلاقي المدرج كله مليان. انت عارف يا كابتن عادل، ما بين رايين او ما بين وجهتين نظر، وجهه نظر بتقول ان المنتخب ده رايح مفترض ينافس، مش هقول يكسب، يعني ما فيش منتخب بيقدر يحسم من بدري ويكسب، لكن منتخب رايح ينافس على بطوله افريقيا كمان 3 شهور، لا اقلق. وفي ناس تقول او وجهه نظر تقول لا يا جماعه، احنا لسه في بدايه موسم واللعيبه تقريبا معظمها مش فورمه او ما جابوش الفورمه بتاعتهم، ولسه بدري قوي عقبال ما نبتدي نرجع نحاسب فيتوريا مره تانية. ما هو زي ما انت برضو انا متابع الحديث بتاعك من البدايه، انه الكلام كتير. المفروض الكلام اللي يبقى مسؤول من راجل فني عارف ايه اللي ممكن يحصل، انما الناس اللي بتتكلم كده وملهاش علاقه بالموضوع بتبقى عمليه صعبه جدا. لا أنا الكلام ده بما حضرتك تطرقت ليه، فكره انه يعني الاهلي بيدفع ليه والاهلي بيدفع كام، الاهلي بيجيب ليه او الاهلي المفروض ما يجيبش، دي قصه ده شان ليه علاقه ما بين اداره النادي الاهلي وما بين المدير او الجهاز الفني للنادي الاهلي. هم الاقدر على ان هم يحددوا احتياجاتهم، هم شايفين ايه اللي ممكن يخدم مصالحهم ويحقق اهدافهم، مش من حق اي حد تاني انه يتكلم في الشان ده. ما علشان كده بقول الراجل الفني انا باخد الحديث منه وابقى عارف ايه الظروف بتاعته وبيأدي ازاي وكده. طبعا حته القلق والناس تبقى خايفه شويه على منتخب مصر، انا بشوف انه الراجل احيانا يعني التفكير بتاعه ما بيبقاش تفكير سليم، بدليل انك انت عارف ان مثلا الشناوي وعارف ان محمد عبد المنعم وعارف ان هاني ومروان اول مباراه يلعبوها من بعد اجازه وفتره اعداد ما لم تتعدى 4 5 ايام، اديلهم ماتش دولي على طول. المفروض ان انا بقى كراجل مدير فني كبير باخد 200,000 يورو، ان انا كل روي فيتوريا بياخد 200,000 يورو. انا بقى قريت كده، ما اعرفش، انا قريت كده، هو الجهاز بتاعه الله اعلم. اوكي، هم قالوا كده لما حازم امام تعاقد معاه. لا، لو 200,000 يورو يبقى احنا عايزين بطوله افريقيا. لا، انا عايزين كاس عالم. عايزين كاس عالم. فبرضه راجع الرقم ده. انا ما عنديش المعلومه، لو تقدروا تاكدوا لي من الرقم ده يا ريت والله. 200,000 يورو في الشهر طبعا، عشان اطمئن. 200,000 يورو في الشهر اكيد طبعا، مش في السنه. لان الراجل الثاني بتاع الاولمبي بياخد 150 اعتقد، او الله اعلم برضه. ما اي الرقم اللي بيتاخد. تمام. لكن انا لما اربعه وأربعة السين بديلهم ماتش دولي وهم لسه خارجين من فترة إعداد، عملية صعبة جدا. أيوه. الحاجة الثانية، أنا مفروض إن أنا عندي لعيبة بتلعب في الدوري الأوروبي، المفروض إن أنا الناس دي بقالها 4 5 أسابيع بتلعب. مظبوط. الوضع الطبيعي إن أنا الناس دول طالما الماتش يعني بالنسبة لي تحصيل حاصل، يبقى الناس دول هم اللي ياخدوا وهم اللي يشتغلوا على أساس إن دول جايين جاهزين
ومش عرض حد منهم للاصابه. يعني امبارح الشناوي كان ممكن يجيله شد او يجيله يعني او منعم او اي حد، لانك انت ما تلعبش ماتش دولي على طول، لابد في فتره الاعداد انك تاخد ماتشات بشكل فيه تدرج علشان توصل لمرحله ان انت يبقى عندك لياقه المباريات. الحاجه الثانيه برضو انت اعتمدت على لعيبه النادي الاهلي طول المباراه تقريبا باستثناء يعني طلع اعتقد مروان عطيه هو اللي خرج في اخر المباراه، ولعبت زيزو ربع ساعه في الاخر. طب واسمه ايه ده، سام زيزو، سام مرسي وابراهيم عادل و لعبهم اخر 10 دقائق ربع ساعه التغييرات بتاعته. طب ليه يعني طب ما انت ادي لابراهيم عادل هاف تايم، ادي يعني لسام ادي له هاف تايم. يعني فمنعم انت اديته الماتش كله، طب ليه ما في بره شوف حد تاني. انت اديت لهاني معظم الماتش، طب ما في عمرو بره، وعمرو لعب قبل كده ماتشات دوليه، عمر كمال عبد الواحد. لو انا يعني انت خايف من المباراه ولا تحصيل حاصل ولا ايه بالظبط؟ فده تفكير الراجل العادي اللي في الشارع، مش الراجل الفني حتى. يعني انا لما اكون انا في فتره اعداد، وده مش عايز اعيد كلامي، مفروض ان انا كراجل فني وقايس وعارف، ولما كولر يقعد معايا ويقول للناس دي لما اتفقوا مع بعض، اعتقد ان هم كانوا اتكلموا مع بعض، بيقول له والله المفروض ان انا عندي الاولاد كانوا واخدين فتره راحه 20 يوم، وبعدين جم على اربع خمس ايام شغل بعد الظهر، المفروض ما العب لهمش ماتش دوري على طول، والا يبقى انا مش يعني حته تدريب عندي يبقى فيها خلل. فطبعا تتاخد على ريفيتوري. امال ايه؟ تتاخد عليه. امال ايه طبعا تحسب عليه. انا كان المفروض كل اللعيبه الدوليين حتى اللي هم يعني اوزع الاحمال حتى، انما منع انت بتديله الماتش كامل. طب ده راجل اساسي في النادي الاهلي، والنادي الاهلي محتاجه الفتره اللي جايه. يمكن يعني معلش هفترض برضو، يعني احاول افكر مكان وجهه نظر، يمكن عشان هيطلعوا من معسكر المنتخب، فبالتالي اسيب اللعيبه الثانيه لماتش تونس او اريحهم عشان يقدروا. يا احمد في خطوره تونس. جدا انا بقول ده. انا يعني بحط كل الافكار اللي ممكن، ما هي اصلها مش افكار. هي اصلها ان انا ممكن انا راجل في فتره اعداد بتمرن صبح بعد دور لمده اربع خمس ايام، وبعدين جاي من النمسا من سفر، وبعدين بقعد يوم او يومين تدريب خفيف، وبعدين العب ماتش دولي. انا معرض ان انا يجي لي مزق ولا مش معرض؟ معرض طبعا. بنسبه معرض كام؟ طبعا. مش اقل من 80%. لو فرقه تقيله وفي دعك وفي خبط وبتاع، كان ممكن جدا اي حد من دول. امال ايه؟ امال ايه الوضع الطبيعي كده؟ ربنا خلقنا كده. ما بيقول لك في لياقه مباريات ليه؟ انت بتقول ليه في فتره اعداد، وبعد فتره اعداد انت بتشوف اوروبا كلها بيعملوا ايه؟ اللي راح امريكا يلعب اربع خمس ماتشات. ايوه. برشلونه راح فين؟ مظبوط. ريال مدريد بيروح كله فين؟ كله بيروحوا الصين وبيروحوا اسيا واليابان وامريكا وبيلعبوا قد ايه؟ اربع خمس ماتشات، ست ماتشات، وبعدين يرجعوا على الدوري، يبقوا واقفين على رجليهم. ايوه. ما يبقاش في اصابات.